في مجال تكنولوجيا المعلومات من سنة 93 تقريبا. السنة دي الدفعة اللي شغالة هي الدفعة رقم 40. المنحة بتكون منحة مجانية طبعا من الدولة، في مجالات مختلفة. الكور بتاعها أو الأساس بتاعها هو مجال تكنولوجيا المعلومات. ده بالنسبة للأي تي أي. أوقات بروح لإزري، لو حضرتك تسمع عن شركة إزري. حضرتك قلت لها قبل كده. إزري هي الأخت بتاعة أوتوديسك كده، بس في المجال برمجيات. بتاع جي أي إس. هما أوتوديسك في الجي أي إم، إزري في الجي أي إس. وهما حتى كانوا بيفكروا نفسه بعض، يعني كان أوتوديسك كان ليها بعض المحاولات في الحتة بتاعة الجي أي إس. بس مؤخرا بقى لما يعني هما دايما بالوحوش بتوع السوق، لما يلاقوا نفسهم لا مش عارفين، مش عارف ياخد منه الحته بتاعته، فيبدا يتعاون معاه. هو تمام. بقى نفسك وانت معاه، فبقى في تعاون محترم بين الاثنين، ان هما يعملوا انتجريشن يعني ما بين الجي اي ام والجي اي اس. واصلا قعدوا فتره كبيره شباك اوتو ديسك وازري كتو تكنولوجيز الاثنين متضادين، يعني ناس تقول لا الجي اي اس احسن، ناس تقول لا الجي اي ام احسن. المفروض ان كل واحد ليه ملعبه. بالظبط، هذه النقطه. بس كل واحد بقى بيحاول كشركه بقى وعايز تاخد فلوس، لما انا عايز بقى اخد السوق بتاع ده كمان. طيب، هو كان في واحد بعت سؤال بيقول ايه علاقه الثلاث مجالات البيم والبرمجه والجاي اس ببعض، وعلاقتهم بمراحل التصميم مختلفه وتنفيذ المخططات، وعلاقتهم بالتشغيل والصيانة في فترة حياة المنشأة، يعني إيه علاقة الثلاثة ببعض؟ البيم والجي أي إس؟ ولو إحنا عايزين نربط الاثنين ببعض، إزاي نقدر المنصة اللي ممكن تحتويهم إيه؟ هو مبدئيا إن خلينا نقول كده يعني إيه جي أي إس، وبعدين نبدأ نقول علاقة الثلاثة ببعض. إحنا اتكلمنا عن البروجرامينج، اتكلمنا عن الجي أي إم، نقول هي هو عبارة عن إيه، ونبدأ نشوف هما إزاي ليهم علاقة. الجي أي إس بمنتهى البساطة هو كان عندنا الاول كاد تكنولوجي، وطلع وراها البي اي ام بالجزئيه بتاعت ان هو ان احنا عملنا اورينتيشن للبارامتريك موديلنج من ناحيه الكونستراكشن، من ناحيه البيلدنج. من الناحيه الثانيه كان الناس بتوع الجي اس عملوا حاجه او ستيب ثانيه برضه مبنيه على الكاد، برضه مبنيه على الكاد تكنولوجي. هي ايه؟ ان انا والله الخطوط اللي عندي دي انا عايز برضه اخزن عنها بيانات. بس في البي اي ام انا البيانات بتاعتي مرتبطه بصناعه معينه، فهي ثابته عندي في الفلو والكور دي والحاجات ثابته. اما او دي بنسميها الداتا بيز بتاعت البرنامج. اما الداتا بيز بتاعت الجي اي اس هي مفتوحه بمعنى ان انا عندي لسه معتمد على اللاين والبوينت والبوليجون، بس اللاين ده انا بقى بعمل له الجدول بتاعه. احنا كنا بالاول بنتكلم كمثال ان انا عندي حيطه ليها الهيدر بتاعها السالب، لا في الجي اي اس انا اللي بعمل الهيدر، وانا اللي بحدد الخط ده يمثل شارع، يمثل بين، يمثل وايد، اي كان بقى الحاجه اللي هو بيعملها. طبعا ان انا بقى عندي حاجه مخزن عنها داتا بيز ومخزن عنها داتا، ده بعد كده بيخليني ان انا اقدر اعمل بروسيسنج. بيساعدني في ايه الجي اس؟ بيساعدني ان انا احدد افضل مكان ان انا اعمل اي حاجه ايا كان بقى هي الحاجه بتاعتي. افضل وانا راكب اوبر ببص على جوجل مابس، جوجل مابس بالمناسبه هي جي اي اس بيزد، يعني من الحاجات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي بتاعت الجي اي اس، يقول لي فين اقصر طريق ويقول لي فين اسرع طريق. لو بنتكلم على مثلا خدمات بتاعت حضرتك ممكن تقول لي عليها برضو، اللي هي المطافي والشرطه والاسعاف. الدفاع. صح مظبوط الاسم؟ الدفاع المدني. لو هم المفروض ان هم يكون عندهم سيستم جي اي اس برضه بيحدد فين النقطه اللي هيطلع منها العربيه، بحيث انها تكون اقرب موجوده في اقرب مكان للمكان اللي هي رايحه له. لان مثلا المطاف انت مش بتتصل باقرب فرع مطاف، انت بتتصل بالمطافي، والمطافي هي اللي بتقرر العربيه تطلع منين. المفروض ان انا عندي في سيستم، السيستم ده بيحدد العربيه دي افضل مكان تطلع منه فين. وكذلك بقى ممكن في البروجكت في السايت مانجمنت، ان
فين احسن مكان ان انا احط اشوه فيه مثلا الحديد القديم، مثلا لو كنا احنا بنبني مكان كان فيه مثلا خوازيق قديمه او حاجه، بحيث ان انا بعد كده في الخطوات اللي بعد كده في البروجكت ما اجيش اقف هنا، لا والله انا المفروض احفر هنا وانا هشتغل هنا، المفروض لا اشيل الحديد ده واوديه في حته ثانيه. هو بيساعدني ان انا اختار احسن مكان ان انا اقدر الوكيت حاجه معينه بحيث ان انا ما تعمليش مشاكل بعد كده في الطرق بقى وفي الكباري وفي الحته دي. الانتجريشن ما بينهم مبدئيا يعني علاقه البرمجه بالبي اي ام والجي اي اس، وما كانش هيبقى فيه بي اي ام وما كانش هيبقى فيه جي اي اس من غير بروجرام. اللي احنا بنعمله حاليا ان احنا بنجود عليه بنزود عليه، هو البي اي ام موجود جي اس موجود، بس احنا مش عايزين نعمل افكت فورك، فبنسرع حاجه بنعمل بلبن صغير او حتى تعمل ابلكيشن على بعضه، ودي حاجه ترجع لك لكن التكنولوجي موجود تبقى تكنولوجي بتزود عليه. من خلال الاي بي اي، من خلال الاي بي اي، من خلال الاي بي اي اقدر اضيف حاجه جوه البرنامج. الاي بي اي مظبوط. فالحاجات السوفت ويرز المبنيه على الاي بي اي ليها الاي بي اي بتاعتها، الحاجات اللي بتستخدم الاي بي اي بتاعتها، وبنستخدم الاثنين عشان خاطر اقدر اطور من البرنامج بتاعي. علاقه الاثنين ببعض بقى قعدنا فتره كبيره قوي، الاثنين زي ما بتقول لحضرتك ايه، ده بيحاول ياخد المشروع ده وده بيحاول ياخد المشروع ده، وخصوصا في الحته اللي الباشمهندس بيسال فيها السؤال بتاعه، حته اداره المنشات. المانجمنت وفي بيبرز كتير قوي واوراق بحثيه طالعه في الجزئيه دي، حته مين الاحسن، البي اي ام احسن في الفاسيلتي مانجمنت ولا الجي اس احسن في الفاسيلتي مانجمنت. لكن الانتجريشن اتفقوا عليه وحشين بتوعنا اللي هم ايزي واوتوديس، هم اتفقوا على او ده اللي انا فهمته يعني، ان هو الاتفاق ما كانش معلن قوي تفاصيله، ان الموضوع هيكون ناحيه السيفل تبني، ان هو يقدر يستخدم البي اي ام في مشاريع متعلقه بالطرق والكباري، وفي نفس الوقت يستفيد من حته اللوكيشن والباور بتاع اللوكيشن بتاع جي اس برضه في النقطه بتاعت الطرق والكباري. انا بتهيألي الجي اس ادم مظبوط؟ الجي اس ادم من البي اس ادم فوصل لمستوى كويس، فوصل لمستوى كويس، فممكن نعمل سمارت سيتي وناخد الجزء بتاع الجي اي اس نستفاد منه ونحط سنسور في كل مكان، ويبقى مثلا المكان الشارع كله مظلم ما عدا المكان اللي فيه حركه او عربيه ماشيه، وبرده كل المعلومات بتاعه المباني اقدر اضيفها للملف دوت، بحيث لو حصل اي مشكله الشرطه تقدر تعرف الموضوع دوت وتتواصل مع بعض. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا زوجتي تعبت في يوم كده في هنا، واتصلت انا بالاسعاف ورقم واحد، فخلال وانا بتكلم معاه خلال 4 دقايق بالمكالمه لقيتهم وصلوا عند الشقه، يعني هو عارف المكان. في خلال 4 دقايق في عربيات ماشيه طول الوقت، فهو بيشوفوا اقرب عربيه لبيتك ويقول لهم خلي بالكم في حاله طارئه في المكان الفلاني فلازم توصلوا، فهو على ما خد العنوان خد دقيقه 3 دقايق على ما وصلوا البيت. فدي ميزه ان هو عامل نظام اللي يعرف كل الاماكن فين ويقدر يوصل لكل مكان هو. جي اس، وبعد كده كل معلومات المباني، مثلا لو في اي تسريب في الغاز في اي مكان. لذلك في بريطانيا مشترط عشان تاخد الترخيص ان انت تدي له ملف كوبي في كل المعلومات الخاصه بالمبنى، بحيث لو حصل اي حاجه كل حريقه في اي مكان تحصل هو عنده اخباريه بيها اوتوماتيك، ويقدر يوصل لك في المكان الفلاني، ويقدر يقود الناس. يعني هو عارف مثلا حارف المكان الفلاني، فيقدر يتواصل مع الناس يقول لهم خلوا بالكم السلم الفلاني روحوا ليه ما تروحوش السلم، يقدر يتواصل مع كل الناس في المكان دوت، وده شغالين فيه دلوقتي. طيب في سؤال بيسال، هل في امكانيه للتقديم لمنحه الاي تي اي دفعه 2013 ولا خلاص 2000 وكام؟ حتى 2013 للاسف 2013 هيكون صعب. هو المنحه بتاعت الاي تي اي بتاخد لغايه اخر 5 سنين تخرج، والدفعه بتاعت السنه بالفعل بدات، فهي بتاخد خريج السنه و4 سنين وراها. لو مثلا بنتكلم على السنه الجايه يبقى هيبقى خريج 2020 و2019 و2018 و2017 و2016. تمام. فيما عدا ذلك لا، ما بيكونش ليه فرصه للاسف. هو اعتقد حضرتك كنت مسجل محاضرات على اليوتيوب، في حد كان مسجل محاضرات الاي تي اي؟ صغير يا عم. اه
بحيث لو حد عايز يفتح في المجال يبدأ فيه إن شاء الله. طب أنهي اللغة المستخدمة أكتر؟ السي شارب، السي شارب مع البيم، والجي اي اس بنستخدم معاها البايثون، ولا العكس؟ والله انا عن نفسي بفضل السي شارب. ليه بفضل السي شارب؟ لان يعني مثلا انا دلوقتي لو حد جه قال لحضرتك انا يعني انا عايز اتعلم بيم سوفت وير، وقال لحضرتك انا عايز هل اشتغل باكسم بنتلي ولا اشتغل بريفت اكسم، فرايك الاشهر الاشهر المستخدم في السوق هو اللي راح له على طول. اه بالظبط، لان هو ده اللي هيكون موجود اكتر، وده اللي لو انا احتجت في سؤال هلاقي دي كوميونتي على الانترنت اكتر، حد غيري اصلا قبل كده سال سؤال فهو حد جاوب عليه. فايه فنيجي كده بقى الاخت الثالثه لو اوتوديسك ونزلي مايكروسوفت. فانا لا ميال طبعا حاجه مايكروسوفت اللي هو السي شارب، مش لحاجه غير ان هتلاقي الدعم عليها على الانترنت اكتر. لما تيجي تدخل والله تلاقي يعني عندي سؤال معين، هتلاقي اصلا في ناس غيرك قبل كده سالين نفس السؤال وفي حد مجاوب عليه. فده رايي يعني. تمام. وكان في سؤال برضه كان عندي، كان الباشمهندس عبده كان بيقول ابدا ازاي في البرمجه والاوتوميشن. والله هو انت لو عايز تشتغل في جزئيه الاوتوميشن فتلاقي لازم تتعلم الحاجه اللي انت هتعملها اوتوميشن. ما ينفعش ان انا اروح اقول انا اوتومين سيستم بتاع بنك وانا ما اعرفش البيزنس البنك شغالين فيه ازاي. ما ينفعش اقول انا اوتومين دي اي ام سوفت وير وانا مش عارف يعني ايه دي اي ام ولا يعني ايه سوفت وير هستخدمه اللي هو مثلا ريفت مثلا. فمبدئيا تتعلم الحاجه كراجل يوزر كمستخدم، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه تبدا بقى نبدا نشوف جزئيه البروجرام عشان بس تبقى على قد مرحله الاوتوميشن ان انت تعمل بلوجن، مش محتاج غير لغه برمجه واحده فقط. مش محتاج ان انت بقى تقعد تتعلم 90 لغه عشان خاطر تقدر ان انت تقدر تعمل بلوجن. يعني هي لغه برمجه واحده فقط، وزي ما انا قلت دلوقتي ان انا برشح اكتر السي شارب. السي شارب. طب الافضل واحد يبدا السي شارب العادي يعني اللي هو اللي بتعملها للديسك توب، ولا يبدا السي شارب البرمجه اللي جوه الريفت؟ لا يبدا رايي اللي هو العادي زي اي مبرمج بيتعلم السي شارب. محتاج البيزكس عشان خاطر يبدا يدخل، لو هو دخل على الريفت على طول هيقدر يعمل حاجات. بس هيبقى حافظ برضه اكتر من ان هو يكون فاهم جت منين ويفهم ال بالظبط. يعني المشكله هتحصل لما يبقى عايز يعمل مشروع اكبر شويه، او لما يقابل مشكله هيحل المشكله ازاي. فلو هو عارف البيزكس كويس فلا هتفرق ساعتها. تمام. طب انا عندي سؤال لحضرتك بقى. كان في الله يكرمك يا استاذ، كان في حوار الفتره اللي فاتت ديت حوالين الذكاء الصناعي، هل هيفيد البشريه ولا خطر على البشريه؟ فانا حابب اسمع راي حضرتك. هو يعني اوكي، يعني حضرتك اصلا من شويه كنت بتتكلم على جزئيه ان هيبقى في مثلا عندي عربيه ماشيه في الشارع وان هي بناء على مكانها عملت الاناره بتنور، فتبقى عربيه واحده ما يبقاش كله منور على عربيه واحده معديه كده. ايه دخلنا ناحيه الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز، هو يبقى في زي ما حضرتك قلت سنسورز انترنت الاشياء دوت. انترنت الاشياء بالظبط، سنسورز بتقول لي كل حاجه شغاله ازاي. فمثلا يكون عندي في سنسور فعملت الاناره حتى مش بس عشان خاطر العربيات، لو حتى عمود الاناره مستوى الاضاءه بتاعه قل عن مستوى معين فيبدا يبعت لي الهيئه المسؤوله عن الموضوع ان والله عندك العمود الفلاني موجود في المكان الفلاني، المكان الفلاني ده بقى الجي او اس عشان المفروض ان انت تصلحه. فنلاقي ان اي تكنولوجي بتطلع جديده هي بتاثر غصب عننا، هتاثر على الصناعه بتاعتنا. يعني ان الاي او تي دي حاجه بعيده جدا عن المجال بتاعنا، حاجه ما بتخصناش، بس واحده واحده الاقي مثلا هيبقى في سنسور عشان خاطر يقيس مقدار هبوط البلاطه، مقدار هبوط القمح. بالنسبه للارتفيشال انتليجنس والله هو
هو وجهة نظر طبعا، هو ليه وجهات نظر فلسفية كتير يعني، حتى الناس اللي اتكلمت عنه ممكن يكونوا فلاسفة وفنانين أكتر من إن هم أصلا تكنيشن. مبرمجين هو الموضوع اللي هو استخدام آلة البني آدم بالآلة، وده بالفعل بيحصل أصلا يعني، قبل ما يكون في المجال بتاع كلمة artificial intelligence هو بيحصل. ما يعني بقاش في عندنا شغل اسمها مش كاتب، ما بقاش عندنا البوستالين في حاجات كتير. نعم، في شغلانات كتير اتلغت بسبب التقدم. بالظبط، شغلانات كتير اتلغت، وشغلانات كتير عدد الناس اللي مطلوبين فيها قلوا بسبب الكمبيوتر يعني. بالنسبه للارتفيشال انتليجنس، والله يعني هو في وجهه نظري هو سلاح ذو حدين. هو في الاخر هو يعني ايه ارتفيشال انتليجنس؟ ارتفيشال انتليجنس هو انك بتجيب داتا كتير قوي يعني، مثلا تجيب له مكعبات خرسانه ومحتاج الاختبارات بتاعتها، والله دي المكعب ومكونات ودي نتائج، المكعب ومكونات ودي نتائج، المكعب ومكونات ودي نتائج. فبعد شويه بيبدا يحفظ ويبدا يستنتج، لو اديته المكعب الفلاني فيقول لك والله دي النتيجه بتاعته. فهنا في بقى حته تريكي، البني ادم هو اللي بيحفظ الماشين، فبناء على البني ادم هو هيقرر يحفظه ايه هيبدا يطلع نتائج. فكان حتى كان في كان امازون اعتقد كان عندهم سيستم اي اي سيستم ارتفيشال انتليجنس سيستم بيعمل المرحله بتاعت السكريننج بتاع السي في اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، هو يشوف السي فيهات ويقرر مين احسن واحد ويدور بكي ووردز معينه. بس تقريبا كان متعصب مع الرجاله ضد الستات فعشان كده وقفوه. اه بالظبط، وده الذكاء الصناعي. زي برضو كان في ذكاء صناعي كانت مايكروسوفت عاملاه، ولو متعصب للنازيه ضد اليهود، وكان رايه ان هم يموتوا اليهود كلهم في العالم كله، فراحوا موقفين التجربه دي. اكتشف ان هو ذكي طلع النزوه. هو بيجرب يعني، هو مش مثلا قاعد يفكر كده الروبوت قاعد يفكر يقول له والله انا متعاطف مع هتلر اكتر من انا مع اليهود او الرجاله اشطر من الستات. لا، هو الراجل اللي اداله الداتا، اداله الداتا دي بناء على ان هو اتصرف بالطريقه دي، فطبعا هو ده اللي هيحكم يعني. اما لا بقى، لو فرضنا موضوع مقنن وان احنا هنستفاد بيه، انا شايف ان هو هيخلي ناس كتير مهن كتير مش موجوده، بس هيجبر الانسان، هيجبر البني ادم ان هو لما يجي عشان يلاقي فرصه شغل يتعلم الذكاء الاصطناعي. فاي حاجه فيها خلينا نقول ريبيتيتف وورك، او باللفظ الدارج دون كي وورك، اللي هو شغل كل يوم بتيجي الصبح بتعمل واحد اثنين ثلاثه، ده كده خد بالك انت في خطر. انت ما تعرفش بكره ايه السيستم اللي ممكن يطلع ويستبدل ده، فطول ما انت في شغلك في تفكير، لا انت تمام، انت كده في منطقه امان. ما هو المشكله يا سيدي، المشكله استاذ فاضل ان المشكله ان مصطلح الذكاء الصناعي ده كل شويه بيعلى يعني. الاول كان ان هو مثلا يميز بين صوره قطتين مثلا او حاجات زي كده، دلوقتي بقى يلعب شطرنج، دلوقتي بقى الشطرنج ده ما بقاش ذكاء صناعي بقى، لا يقول لك انا هديله لعبه هو انا ما برمجتوش عليها وهو يفهمها لوحده، زي اللعبه اللي هو كان بيرمي كولر فوق تخبط وبعد كده في عصايه ترد عليها وحاجات زي كده، خلى الكمبيوتر يتعلمها لوحده من غير ما حد يبرمجها له. فكل شويه السقف بيطلع. فخلينا ناخد اسوأ سيناريو، ان انا اجي الصبح بدري اروح اختار كل الموظفين واروح مسطب برنامج اقول له انا عايز مبنى 7 ادوار وفي مثلا محلات وفي كذا على نهج ذو حديد، يروح مطلع لي تصميم معماري وانشائي وكهروميكانيكال وكل الحاجات دي، فده هيقعد كل الناس رسامين ومهندسين كله مراجع وكتب يقدر يرجع لها. فدي فعلا حاجه خطيره جدا، لازم نخلي بالنا منها، ان يعني مش كل حاجه ذكاء صناعي ويبقى اعتماد برضه على العمل البشري، والا مش هيبقى لنا لازمه في يوم من الايام. والله يعني في وجهه نظري العامل البشري ساعتها يكون حاجه شغل المراقبه اكتر من انه شغل بالايد، لان شغل بالايد لو هو الموضوع تكراري فهو زي ما حضرتك قلت، هو خلاص هو مش محتاج حد يشتغل بالايد، هو محتاج حد بقى يراقب ان الكورس الشغل اشتغلها مظبوط، ان مفيش حاجه خارجه عن المألوف يعني، او ممكن يكون حتى السيستم فيه عطل فبيطلع نتائج. ما احنا ممكن نبرمج برنامج هو اللي يعمل الموضوع دوت. يبقى كاكا موجود. انا شفت انت اللي بيبرمج. اه.
هو مشكلة بس الماشين اللي هي عمرها ما تقدر توصل لها لغاية دلوقتي برضه لغاية دلوقتي هي ما تقدرش تعمل عملية الابداع. تمام. هي عشان تقدر تعمل حاجة معينة أو تتعلم حتى لعبة من غير ما حد يعلمها لها لازم يكون هي عندها داتا قبل كده تساعدها في إنها تطلع تتعلم اللعبة الجديدة. في بعض المختبرات بدأت تلجأ إنها تديله لعبة ما لعبهاش قبل كده. يعني بدأوا يبرمجوا الحاجة إنها يفهم الحاجة ويجرب ويغلط لحد ما يفهم اللعبة دي إيه القواعد بتاعتها ويلعبها. هو حط له ألجوريزم هو يجرب ويغلط وبناء عليه يعني أقول لحضرتك حاجة، في 2005 كنت قاعد مع بعض الناس الفاضل زي حضرتك كده وكلهم متخصصين، فكان في شركة بتقول إنها تقدر تميز الصور السيئة وتفرزها وتعملها ديليت من على جهاز الكمبيوتر. فاحنا قعدنا نفكر ازاي دي ممكن تحصل، ايه الخوارزميات؟ فقلنا اكيد هم مخزنين قاعده بيانات او هم اللي عاملين الصور ديت. لا دلوقتي بقى خلاص الفيسبوك اوتوماتيك بيحفظ شكل الوش ويقدر يكتشف الصور دي ويلغيها، ذكاء صناعي خارق. وممكن مثلا لو عندك صوره اي حد يعرض على 3000 صوره ويعرف الصوره دي بتاعت مين. فبدا يتطور المستوى اللي احنا كنا بنبص له زمان غير دلوقتي خالص في فتره بسيطه 10 سنين لا تعد شيء. هو في اخر 10 سنين التقدم التكنولوجي في خلال اخر 10 سنين اكتر من اي فتره في تاريخ البشريه. هو قبل 10 سنين دول كان الكوكب كان بشكل وبعدينهم بقى بشكل مختلف وريت التقدم بقى بيزيد وبيبقى اسرع. فهرد على حضرتك حته الارتفيشال انتليجنس كده من وجهه نظري. يعني حضرتك عارف فكاهين اللي هم عاملين زي جوجل؟ طبعا. عملوا خدمه كده هو سواقين يعني عملوا جوجل وكريم نزلوا سواقين التاكسي الابيض عملوا مظاهرات وكان عندهم مشكله كبيره بان ازاي ان انت تسيب شركه تيجي تاخد حقك ان سواق التاكسي ده فرض، ازاي بقى تسيب شركه راس ماليه تيجي تاخد حقي وانا لوحدي والمفروض ان انا اتصرف. مع الوقت طبعا ما حصلش حاجه ودايما العمالقه دول هم اللي بيكسبوا. تمام. جيت بعد فتره اوبر كريم قالت هتعمل ايه؟ عشان تكتر الخدمات قالت لا انا هعمل ان ممكن يكون معايا سواقين تاكسي ابيض التاكسي بتاعهم. فاللي عملوا سواق التاكسي الابيض ايه؟ في ناس قالوا لا انا هفضل شغال زي ما انا، وفي ناس قالوا انا مش عارف انافسه فانا هشاركه. فوجهه نظري لو احنا مش هنقدر ننافس التقدم التكنولوجي والارتفيشال انتليجنس ومن اخواته ان احنا نحاول بسرعه ان احنا نشاركه بمعنى ايه؟ نبقى مش عارف اقول تبقى ايدينا في الموضوع، نقدر نعرف اكتر عن الموضوع عشان خاطر لما يحصل اي حاجه فاحنا في صفك، احنا معاك مش احنا الناس اللي ايه؟ اللي هتكون متضرره من الموضوع ده. رايي يعني الناس تحاول من دلوقتي تبدا تاخد خطوات ناحيه البرمجه. بالظبط. هو دلوقتي في برمجه للاطفال حتى اللي عندهم 4 سنين 5 سنين اللي هي الوقت سكراتش. انا حضرتك كنت عامل توتوريال في الجزئيه دي سكراتش. انا عندي معاذ ابني بسيب له التابلت ما بيقعدش يتفرج على كرتون، بيحب هو اللعبه دي ويبرمج ويسجل حاجه بصوته بيستمتع بيها وبيحس انها حاجه لذيذه يعني مش تعذيب او بضربه عشان يسمعها وكده يعني. فما شاء الله الناس اللي عاملينها ناس فاهمه ازاي يعني تعمل حاجه في ده للاطفال كده. ما شاء الله. وبعدين هو والله هو الموضوع مش صعب. اللي بيحس الناس انه صعب طريقه توصيل المعلومه اللي بتقفلك من الحاجه، لكن انا مش شايف ان الموضوع صعب. انا شايف ان الموضوع منطقي وممكن الناس تقدر تتعلمه بسهوله. بس عندك مراجع كتير جدا على الانترنت، لو ذاكرت من واحد وحسيت ان الموضوع صعب شوف غيره. يعني كان سنة من 5 6 سنين مش من بعيد كان صعب ان انت تلاقي مصدر تذاكر منه. النهارده انت عندك مراجع كتير، فلو حد اخرك ما يقولش ان المجال صعب لا خش شوف حد تاني. تمام. هو انا قبل كده كنت ذاكرت حاجه معينه وذاكرتها بالانجليزي اوبجكت اورينتد بروجرامنج، وبعد كده لقيت كتاب بالعربي احد الدول اللي هي بتعمل بالعربي بس المصطلحات كانت فظيعه. فصدقني مساحات لكل الحاجات اللي اعرفها بقت متلخبط.
طيب كان في اسئله لحضرتك؟ للاسف يعني اه اتفضل. العلوم ملهوفه بغير لغتها للاسف. والله هو ممكن، بس يعني محتاجه الناس كلها تجتمع على لفظ معين. يعني انا ساعات بتفاجئ بلفظ غريب بيخليني اتوه، او اللي يترجم ما يكونش متخصص في الماده ديت فبيترجم بالشبه، ممكن ما يكونش اللفظ ده حاجه زي كده. طيب هو في سؤال بيقول لك عشان اشتغل بيم لازم اكون محترف كل برامج البيم؟ لا يعني هو عشان تشتغل بيم من وجهة نظري مبدئيا تكون عارف البيم از كونسبت از بروسيس، يعني ايه بيم وليه بنشتغله، واللي هو انت توصل لدرجه ان انت لو حد قال لك النهارده بيعني البيم ده فانت تقدر تعرف تبقى هو، لازم تكون اصلا مقتنع بالفكره من البدايه كفكره وكبروسيس، بعدين تبدا بقى تشوف التول اللي انت هتستخدمها. لكن طول بس يعني لا، انا شايف ان ده مش صح، مش بس في اي مجال زي ما كنا برضه بنتكلم عن البروجرامنج من شويه، ندخل على طول على الريبدي في الاول نتعلم، لا البيزكس الاول، لا نتعلم البيزكس الاول. ففي الاخر هي الريبت او غيره او ايا كان الطول اللي انت هتتعلمها دي طول، لكن انت من غير الصوره الكبيره بيج ايمج مش هتكون شاطر زي الشخص اللي عارف هو ليه بيستخدم ده. دي وجهه نظري. تمام. هو مختص بالسوفت وير، السوفت وير المنافسه برضه بتخليك على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تكون عارف اكتر تكون احسن، بس ما تبقاش عارف الحاجه وبدلها. يعني تبقى ايه عارف ده شاطر في الفلاش ديتكشن، ده شاطر في المودلنج، ده شاطر في الكوميونيكيشن كسوفت وير. كل ما تكون عارف اكتر كل ما يكون احسن. المزايا يعني مثلا نفس وركس قوي مثلا في ال 5 دي، السينكرو في ال 4 دي، فممكن ناخد من كل واحد اقوى حاجه فيه. مظبوط؟ بالظبط، ده رايي لكن ملهاش اعتقد يعني في وجهه نظري ملهاش لازمه قوي ان انا اتعلم اوتوكاد ومايكرو ستيشن. الاثنين متنافسين، انت لو اتعلمت واحد فيهم ورحت شركه بتشتغل بالثاني هتعرف تتغير، بس انت ما تقعدش بقى تضيع وقت ان انت تتعلم حاجتين متنافستين. تمام. انا كنت شغال في شركه وكان البيم مانجر ما كانش شغال ريفت، بس هو كان فاهم فكره البيم وفاهم العمليات، وكان شغال ببرامج تانية غير الريفت، فكان سهل جدا ان هو يسيطر على الموضوع وان هو يعمل لنا سبورت، وما شاء الله كان قايم بدوره زياده لان هو عنده كونسبت، عنده كونسبت واشتغل على برامج مشابهه. بالظبط كده، ممكن تختلف عادي مفيش مشكله خالص. يعني لو النهارده اوتو ديسك قررت ان هي هتقفل الريفت وهتفتح حاجه جديده، فانت خلاص هتروح عارف ايه الحاجه اللي انت بتدور عليها وتتصرف. لو النهارده ما قررت ان هي مش هتسبورت السي شارب تاني هتنزل لغه جديده، او انت قررت فجاه ان انت مش عايز تشتغل بالسي شارب وهتشتغل بالجافا، وفي الاخر هي نفس الكونسيبت، انت بس هتشوف الشكل الجديد للحاجه ايه. هو حضرتك تقريبا اول ربع ساعه حضرتك اتكلمت فيها ما قلتش اسم لغه برمجه، كنت بتتكلم على فكره البرمجه بس لحد ما انا بالزبط. بدات وذكرت اسامي ال هو كونسبت، يعني لو حد فاهم لغه هيبقى سهل يتعلم لغه ثانيه. بالظبط، في الاخر دي تول، الاهم الكونسبت هو ده الاصعب. تمام، هو ده الاهم، فكره التول انت تبقى مربوط بتول، التول لو انتهت فانت انتهيت. تمام. طيب هو سؤال، لو هو عارف البيم والسوفت وير يروح ايه؟ يروح الار اي سي اس ولا زوجرت ولا اوتوميشن ولا اف اي ولا ماستر بيم؟ هو شغال على كذا محور. هل بعد ما عرفت البيم والسوفت ويرز ايه الفرق من طيب اوكي يعني بالنسبه للماسترز بتاعت البي ام، طبعا انت لو راجل ريسيرشر وعايز تفيد البشريه الجزئيه دي وعايز تعمل تتجه للماسترز في جامعه القاهره مع